أعفاكم جميع. أول ما نبدأ بذكر الله تعالى العظيم القابض الباسط القدوس، مثل ما تجمعنا على طاعته ورضاه، عسى الله يجمعنا سوى داخل الفردوس، وعسى الله يعز ولاتنا أغلى وعز ولاه اللي تحت رايتهم ندوس المخاطر دوس، ويحفظ ملكنا اللي نسوق الرقاب فداه ونعد المنية تسلية والحروب عروس. أنا كان ما خليت شعري يجيب أقصاه، ليه أقوم وأوقف هنا والرجال جلوس؟ قصيدي مثل سيل اللي ينحم على مجراه، يبشر بريف تخفي زهوره الطاووس، روضة زايف النبتة وعدة غزير ماه، وعلى ذكره يحول المطرف بدون عسوس. ولا يمكن أصخر بيوته ولا معناه، وعرضه مثل عرض الخناجر على قابوس، إلا في مكان يرفع الكفو لما جاه يزيده وقار، وكل ساعة لها ملبوس. الرعى الوفاء ما للولد عند من سماه، والرعى الجفاء ما للشعر عند حد الموس، وتاريخ النشامة له من المجد ما يملاه، وتاريخ المعثر حاذفينه من القاموس. صح لسانك، يعطيك العافية.